قيام الليل لم ينتهي بانتهاء قيام رمضان، بل هو مستمر دائم في كل ليلة. فينبغي للإنسان أن يجعل لنفسه حظا من آخر الليل يقوم فيه ولو نصف ساعة حسب ما يتيسر له، وإذا قام الليل فليستمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل.